السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معانا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. نادي الزمالك بيتراجع للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري بعدما فاز نادي المقاولين العرب على نادي الداخلية بهدفين مقابل هدف، ونادي المقاولين العرب بيصعد للمركز الرابع. ترتيب الدوري المصري في بعد فوز نادي المقاولين العرب: الأهلي 34 نقطة في المركز الأول، فيوتشر 30 نقطة في المركز الثاني، بيراميدز 27 نقطة في المركز الثالث، المقاولين العرب 27 نقطة في المركز الرابع ب 15 مباراة، يسبق الزمالك بمباراة، والزمالك 26 نقطة من 14 مباراة في المركز الخامس. حتى ما بقاش ثاني، ما بقاش ثالث، ما بقاش رابع، أصبح خامس. تأكيدا للكلام اللي قلته لحضراتكم بالأمس، مرتضى منصور طلع من الاجتماع الخاص بمجلس الإدارة وعمل مؤتمر صحفي أعلن فيه استمرار جيزفالدو فيريرا في قيادة نادي الزمالك إلى نهاية الدور الأول، والدور الأول بقى عليه ثلاث مباريات، هي مباراة غزل المحلة يوم الثلاث، ويوم تسعة مباراة فيوتشر، ثم مباراة فاركو. وبعد نهاية الدور الأول هيتم اتخاذ قرار فيما يخص جيزفالدو فيريرا. ده تاني وتالت وعاشر بأكد لحضراتكم ان بقاء فيريرا هو امر امير مرتضى منصور. امير مرتضى منصور هو من اتخذ هذا القرار، ورغم انه تقدم باستقالته بالامس، واخوه احمد قال النهارده ان لا صحة لهذه الامور، وهو اللي جاب الفريق وله دور كبير مع الفريق، مرتضى منصور قال لك تم رفض استقالة أمير مرتضى منصور بالإجماع. طبعا بالإجماع، ده أنت رئيس النادي، هو حد يجرؤ يوافق عليه من الأعضاء؟ ما طبعا بالإجماع، أنا مصدقك في ده. لكن زي ما قلنا في الأول والآخر، هي قصة وفيلم وحدوتة لامتصاص غضب، وهيفضل الزمالك هو الزمالك، مرتضى منصور هو هو بطريقته بنفس الأسلوب اللي كان بيعمله قبل مباراة النادي الأهلي وخلى الزمالك خسر، هيعمله تاني وبيعمله في المؤتمر الصحفي ومفيش جديد. الناس دي فاهمة الضغط النفسي على المنافس غلط. الضغط النفسي ده ان انا اخلي اعمل ضغط نفسي على لعيبتك، على جهازك الفني. ما اعملش ضغط نفسك ضغط نفسي عليك بالتجاوز في حق رؤساء انديه، بالتجاوز في حق لعيبه، بالتجاوز في حق منظومه تحكيميه، بالتجاوز في حق، ممكن السيد عبد الحفيظ بيضغط على لعيبه نادي الزمالك باسلوب والله احنا عندنا مباريات ايه والمنافس ما اعرفش ايه والظروف ايه والكلام ده كله، لكن عمرك هتلاقي لفظ خارج. الناس فاهمه الضغط النفسي غلط. ده مش ضغط نفسي مباح في المباريات. ممكن تطلع امير مثلا، مقبول من امير يقول لك الله انا مش شايف اللي بينافس الزمالك هو بيراميدز مش النادي الاهلي، ده نوع من انواع الضغط، او بيلعب مع بطريقه ما فيش فيها استفزاز. ممكن تستفز المنافس، ممكن يضغط نفسه، لكن مش فيها تجاوز، ما فيش فيها شتيمه. هو ده الضغط النفسي على المنافس، عكس اللي بيعمله مرتضى خالص والصحفيين اللي بيطلعوا بالليل واللي هيستمروا. لكن بقاء فريرة ضربة وصفعة قوية على وجه كل الإعلاميين اللي مرتضى منصور بيقول لهم هش يمين يقول لهم هش شمال. هو مرتضى منصور امبارح هش يمين كله، بالمحللين الرياضيين فريرة ماشي وفريرة بيعك، وهنصبر عليه لحد امتى؟ ده كده ضيع الدوري، ده ضيع ثلاث بطولات، ده ضيع مش عارف ايه، وجبنا اخرنا وجبنا مش عارف ايه. النهارده مرتضى منصور بعد ما كان امبارح قال لهم كده، راح راجع قال لهم كله يرجع تاني وادعم تاني فريرة. يقول لك النهارده هتسمعه بيقول لك فريرة ده بروف، هو فريرة مدرب صغير؟ ده فريرة اسم كبير، ده بروفيسير والمفروض يتعلموا منه. ده ايه يعني؟ وارد جدا ان انت تخسر مباراه او تغلط في مباراه وبتاع، لكن هل هذا يعني ان فيريرا مدرب مش كويس؟ لا، ده مدرب زي 100 فل و10. هكذا ستسمعون الليله في الاعلام. لو الجمهور هو يا عيني اللي غلبان، امبارح يقولوا لهم كده والنهارده يقولوا لهم كده، والجمهور كان نفسه امبارح في كده والنهارده نفسه
امبارح كان نفسه عدد كبير من جماهير الزمالك كان خلاص وعملوا حساباتهم ان فيريرا هيمشي خلاص، طب ما بقاش عنده، وناس كتير طلعوا اتكلموا في هذا الامر. فمرتضى منصور لا بقى، ده انتوا مش عايزين كده، طب انا كده، انتوا لو اخترتوا كده هتلاقوني كده على طول يعني. لكن في النهايه بصراحه قرار بقائه هو مجازفه، مجازفه محسوبه من امير مرتضى منصور ومرتضى منصور، لان في الاول وفي الاخر ما حدش هيقدر يقرب لهم. انت فاهم حضرتك لما يكون مثلا مدير كوره او مجلس اداره موجود ويتخذ قرارات عكس الجمهور، وقرارات اللي ياخدها توقع النادي كمان، جمهور يكون مشاهد والاعضاء الجمعيه العموميه شايفين، هو بقى يوقع وبيلعب باريحيه. يعني انا لو شغال في مكان وخدت الريسك ده ممكن لو نجحت فيه الناس تطلع انسان، خسرت فيها اخسر كل حاجه. لكن دول امير مرتضى منصور تمسك ببقاء فيريرا، فيريرا لو كسب الماتشين فهيطلع فوق، ان الجمهور هيشيله على الاعناق وعدل وضع الزمالك. لو خسر بقى محدش يقدر يعمل له حاجه. احنا انت قلقان من ايه يا استاذ مرتضى؟ هو هكذا انت قلقان من ايه؟ حد يقدر يقرب ولا حد يقدر يتكلم؟ احنا نكمل والله، يسيب الراجل هو اللي عارف، بدل ما نجيب ناس تعك وبتاع والله نجح اهلا وسهلا. يبقى انت كده مرتضى منصور الناس هتقول لك برافو عليك وبتاع. طب خسر حد هيقدر يبص لك؟ لا، طلع شويه الصحفيين ياكلوا الجمهور وكل عام وانتم بخير، مفيش اي مشكله يعني. لكن زي ما بقول لحضراتكم استمرار فيريرا، مرتضى منصور بيقول للجمهور خليك ورا فريقكم، احنا نقدر نرجع ونكسب الدوري وعملناها قبل كده. واتكلم بقى فيريرا، ما حدش بيتدخل في شغله، ما حدش بيقول له تلت الكلام، هو اللي اختار سامسون اكونيولا، هو اللي طلب ضم ابراهيم النضاي، وقال انا ممكن اتحمل فيريرا في مباراه او اتنين لكن مش هتحمل ضياع البطوله، علشان كده ادوا له فرصه للدور الاول تلات ماتشات اللي جايين يعني. وقال فيريرا حصل على كل الصلاحيات وما بقولوش هو دخلش في عمل ولا بدا دخل في فنيات يلعب مين او ما يلعبش مين، لكن اللي بيعمله ده اسمه عناد، اسمه عناد، بيعاند الاخ فيريرا. ايضا بالنسبه لمرتضى منصور اتكلم عن كهربا وهاجم كهربا، وده وضع طبيعي كنا مستنينه امبارح لكنه اتاخر اليوم. مش بس كده، قال لك في لعيبه كمان هتتعاقب بسبب الاداء، وانا شايف المفروض هيعاقب علشان ضحك مع كهربا، هيعاقب امام عاشور، وما هو برضه فيريرا ضحك مع كهربا، هل هيعاقب فيريرا؟ وبعدين بيقول لك ايه؟ هنقدم بكره مذكره رسميه لرابطه الانديه ضد كهربا لاعب الاهلي، كهربا تجاوز واخطا في حق نادي الزمالك باحتفاله عقب المباراه كما انه شارك في المباراه وهو هارب وموقوف. يا سلام يا سلام، حضرتك عارف اكتر من الفيفا يعني. واذا كان سموحه تغاضى عن حقه فنحن لن نترك حقنا وننتظر ان يعاقب نادي المبادئ اللاعب بعد تجاوز في حق نادي الزمالك عقب لقاء القمه. لا ما فيش عقاب، الراجل قال ايه؟ قال مش عارف ايه، كهربا حط الهدف صح، حطه صح، مش انت شايف انتوا نيتكم بقى كده وشايفها انها غلطه؟ يا سيدي انا همشي معاك انه كهربا غلط. لو رابطه الانديه هتعاقب كهربا المفروض تعاقب مرتضى منصور، تعاقب كل واحد زملكاوي مسؤول في نادي. جمال عبد الحميد اللي طلع هاجم كهربا وهو عضو مجلس اداره، مرتضى منصور اللي تهكم على كهربا وقعد شرع بكهربا وقال عليه قرد قبل المباراه، ده حمس كهربا قعد قبل المباراه بليله، كهربا مبروك عليك القرد اللي اهو نزل يا عم لعب بسم الله ما شاء الله. مرتضى منصور انت بتخضع للجنه الانضباط، انت تبع المنظومه، تخضع للحساب والتحقيق والايقافات والعقوبات، فانت ازاي النهارده عندك الجراه ان انت تطالب كهربا بتوقيع عقوبات عليه من كبرات الانديه وانت كل يوم تطلع انا ما عمري ما شفت كده، انا عمري ما شفت كده. قبل ما حد يحاسب كهربا على تصرفاته وكهربا اخطا، انا بعترف ان كهربا اخطا. ها شوف انا اخدها بالنيه السيئه رغم ان مفيش لفظ خارج عكس بقى اللي كانوا بيقولوه جمهور الزمالك وكان بيرقص عليه شيكابالا بالفاظ واضحه وصريحه، لكن هعتبر ان كهربا اخطا. قبل ما تحاسبوا كهربا، ما تحاسبوا اللي وصل الكهربا كده، ما تحاسبوا اللي عمال حاسب اللي شتم كهربا ده، انت بينك وبين كهربا ايه؟ قانون، لوائح. لكن سنتقدم، بقابلني لو خدت اي حاجه من الفيفا، الفيفا هتحرجك، هتكسفك، هتقول لك من الاهلي من حقه انه يلعب اللاعب. كمان تطرق لقصه محمد مصلحي وقال بقول لنادي الاتحاد السكندري محمد، ما هو خش بقى توه كله في اي حاجه، هات كهربا، هات على محمد مصلحي، هات على فرج عامر، هات على الخطيب، هات على السحر، هات على فيريرا، هات على واي حاجه، كل الجمهور عادي عادي. قال لك ايه؟ هنرجع الفلوس اللي خدناها في اعاره محمود علاء، ورجع لنا محمود علاء في شهر يناير، وقال ان محمود شبانه بتاع سموحه هيتدرب من بكره في نادي، هيشارك في مران الزمالك، و
اتكلم مرتضى منصور وقال اللعيبة هتتحاسب واللي أخطأ هيتحاسب كله في ال... طبعا تطرق بقى لقصة السحر. الأهلي فاز بالسحر وعارفين، وسيد عبد الحفيظ والدور ال13 وال كانوا عاملين عمل على فريرة انه يعمل تغييرات غلط وانه يعمل مش عارف ايه ويطلع المسلوسي وينزل عمر جابر وكلام. يسكت بقى اهو رؤوف جاسر عضو مجلس نادي الزمالك السابق، وقال لك ايه رؤوف جاسر؟ مبروك لمرتضى منصور، يمكنك الان اقالة فريرة وتدريب الفريق بنفسك لما لك من خبرات عظيمة في كرة القدم. ربنا يجازي كل إنسان دعم هذا الشخص ليظل رئيسا لنادي الزمالك، سواء كان هذا الشخص ممن يؤيدونه داخل النادي وبالأخص المسؤولين السابقين أمثال جلال إبراهيم الله يرحمه وكمال درويش، أو ممن يساندونه من خارجه. لقى الله يا نادي الزمالك العظيم مهما قالوا أو فعلوا، ولك الله يا جمهور نادي الزمالك العظيم. هكذا تحدث رؤوف جاسر كهربا من خلال صفحاته على تويتر، بيقول لك ايه؟ وما بعد الصبر الا الجبر، وما بعد العسر الا اليسر، من ظن ان المارد الاحمر قد مات فالمارد بالبطولات مشهور، قد خاب ظن اولئك الذين يعتقدون اننا متخاذلون بل نحن رافعون الرؤوس لدهور. هكذا يتحدث كهربا. ومبروك على نادي الزمالك المركز الخامس. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، والليلة بقى خلاص امبارح قفلوا المفرخة بدري، النهاردة بقى خلاص نرجع تاني هنشيد بالبروف ونتغنى بميرو ونفتح الصفحة رقم 18 صفحة الهجوم على كهربا، ونفتح الصفحة رقم 25 فوق يا خطيب، ونفتح الصفحة رقم 30 ورابطة الأندية والفيفا وبتغيظ مين وبتعاند مين وهاخد حق ومش هسيب حقي إيه، وهنشوف الدنيا هتوصل لحد فين يعني. والجمهور يا عيني هو اللي عمال يسيب النادي ويشجع النادي الأهلي. قلت حضرتك واحد من المنوفية طلع بيقول لك بقالي 30 سنة بشجع الزمالك، أنا سبت الزمالك خلاص مش ناقصين حرق الدم وأشجع النادي الجمهور نادي الزمالك. والله أنا مبسوط وجود مرتضى منصور بيخلي جمهور الزمالك يهرب من تشجيع النادي. شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.